في مشاهد كريم بيقول: أنا أفضل الست المبادرة التي تطلب العلاقة لكن زوجتي مش بتطلب أي حاجة خالص لا تصريحا ولا تلميحا ده محسسني إنها مش عاوزاني وده بينقص من سعادتي معاها ايه الحل؟ فالحل انه يفتح معاها حوار لانه ربما يكون عدم تصريحها بالموضوع ده يا اما أنها بتشكو من شيء بيحدث في العلاقه ما بيبسطهاش يا اما تكون هي جايه من خلفيه ثقافيه منعت انها تعبر عن احتياجها لان ده عيب او ما ينفعش او ما يصحش لحسن يقول عليك كذا او يعني يفتكر فيكي كذا او هكذا